كوليدج في إنجلترا، ممارس ومدرب معتمد لتقنية مسارات الوعي العلاجية من مؤسسة أكسس كونشنس بالولايات المتحدة الأمريكية، ممارس خبير للطب التصنيف الشعوري، ممارس لتقنية تحرير مشاعر Emotional Freedom Technique، ممارس معتمد لتقنية Pranic Healing التقليد. أنا قدمت نفسي عشان جاي أقول لكم رسالة بسيطة النهاردة، إن ما ينفعش نقعد نسمع لحد بيحاضر أو بيلعب في وعينا من غير ما نعرف هو دارس إيه أو بيتكلم في إيه أو خلفيته ومرجعيته إيه، سواء كانت دراسية أو خلفية برمجة مجتمع. محاضرتنا النهاردة في فن العلاقات. إصلاح المجتمع أساسه إصلاح واتزان العلاقات بين الأفراد، أفراد المجتمع، ولكي يتم هذا لابد للفرد أن يتمتع بقدر من الاتزان النفسي والعاطفي الذي بدوره يسمح له بإقامة علاقات ناجحة ومتزنة ومريحة مع الآخرين. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هي ما هي أنواع العلاقات؟ جايين نتكلم ونعرف شوية مصطلحات كده. هناك نوعان من العلاقات، النوع الأول وهي علاقات سامة، والنوع الثاني هو علاقات متزنة. بالنسبة للعلاقات السامة فهي علاقات تتسم بالاضطراب، ومن مظاهرها وأهم سماتها الخوف والتعلق المرضي وإدمان المشاعر والأشخاص والإسقاط النفسي. أما بالنسبة للعلاقات المتزنة فهي علاقات داعمة لأصحابها خالية من المخاوف والاضطرابات، تتسم بالطمأنينة. هدخل على محور تاني، بس هستأذنكم لو حد له أي تعليق أو أي سؤال أو استفسار يدونه عشان هفتح مداخلات بعد كده، يعني مش عايزة أحشي كلامه خلاص. أوكي؟ في محور لازم الإنسان يعرفه كويس قوي عشان يقدر يتعامل مع علاقاته بشكل سلمي ومريح. إيه العوامل السلبية التي تؤثر على الإنسان وتقوده إلى الدخول في علاقات مضطربة؟ الأحكام السلبية على النفس وعلى الغير، عدم تقدير الذات، قلة الثقة بالنفس، شعور عدم الاستحقاق، تعلق المرضي بالأشخاص والتعلق بدور الضحية وما ينتج عنه من مكاسب ثانوية. طبعا بنتكلم عن المكاسب الثانوية، هي مكاسب نفسية، جلد الذات، شعور جلد الذات، كل ما سبق يقود الإنسان لتفعيل منظومة التدمير الذاتي اللي هي بيسموها الأجانب سلف سابوتاج، والتي بدورها تقود للدخول في علاقات سامة. ملحوظة ان كل العوامل السلبية اللي انا ذكرتها دي هي منظومة لا واعية، يعني ما بحسش بيها وانا بعملها، يعني بتبقى مندرجة تحت الألعاب النفسية شوية. ومن الجدير بالذكر أن سبب تفعيل منظومة التدمير الذاتي يرجع في الأصل إلى صدمات الطفل الداخلي، سواء كانت هذه الصدمات موروثة بفعل الوراثة النفسية، أو كانت صدمات الجنين، أو صدمات سنوات الطفولة. ننتقل إلى المحور الآخر، العوامل التي تؤثر على الإنسان وتقوده إلى علاقات متزنة داعمة. هذه العوامل تسمى منظومة الشفاء الذاتي. السؤال هنا كيفية تفعيل منظومة الشفاء الذاتي عشان أحصل على علاقات داعمة في حياتي. نمرة واحد، أولا هنتكلم على الإدراك وإزاي نفعل الإدراك، بأن يكون الإنسان متواصلا ومتكامل مع ذاته، وأن يكون عنده الوعي والإدراك الكافي لفهم نفسه وفهم احتياجاته النفسية، وأن يكون مدرك لنواقصه النفسية وأن يتعامل معها بحكمة، وذلك عن طريق التواصل مع الذات على مستويات الوعي الأربعة، وهنشرحها باستفاضة دلوقتي. إيه هي مستويات الوعي الأربعة؟ الوعي المادي وهو الوعي العقلي، والوعي الشعوري، والوعي القلبي، والوعي الجسدي. هنبتدي بالوعي العقلي. يعني ايه وعي عقلي؟
الوعي العقلي هو الإدراك، وهو أن أكون متواصلاً مع منظومة معتقداتي الشخصية التي بدورها تقوم بتوجيه مشاعري واحتياجاتي، وأن أكون مدرك لمشاكلي النفسية لأن إدراكي لها هو الطريق السليم لحلها. بالنسبة للوعي المادي، وهو الوعي ما يسمى بالوعي الجسدي، لقد أنعم الله علينا بالحواس الخمسة، وهي التذوق والشم والسمع والبصر واللمس، وهذه العوامل، هذه الحواس تتيح لنا إدراك الأشياء والتواصل معها. عندما تتذوق أو تشم الطعام مثلا، فإنك تدرك أن هذا أن إذا كان صالحا أو فاسدا. هناك تدرك إذا كان هذا الطعام صالحا للأكل أو لا. ده نوع من أنواع التواصل الخارجي بيني وبين الأشياء. كمان الإحساس بالألم وارتفاع حرارة الجسم فهو إدراك لرسائل الجسد، فإن الإحساس بالألم وارتفاع الحرارة بمثابة إعلان للجسد عن مرضك. كمان شعور الجوع والعطش هو رسالة من الجسد لتدرك احتياجاته من الماء والغذاء. ده يعتبر تعبير داخلي. بالنسبة ناخد طيب ديمو على الجوع والعطش. دايما دكاترة التغذية بتتكلم وبتقول ان لما تجوع اشرب كوبايتين مية، وبعد ربع ساعة شوف انت لسه جعان ولا لا. فاحنا بندرك ان شعور الجوع راح. ده بيبقى الانسان مش متعود ادراكه الجسدي، ادراكه المادي، مفيش تواصل قوي بينه وبين جسده، فبيوصل له إشارات غلط إن هو عتاد على إنه جعان 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 على طول، فبيأكل ووزنه بيزيد. هو في الأصل هو جسمه يعني محتاج مية، بس هو على طول مستقبلاته للجوع. هو الجوع، شعور الجوع أصلا استراتيجية تعويض عن مشاعر معينة، فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اظن الديمو كده واضح؟ تمام يا دكتور. رسالتي ليكوا في التواصل بالوعي المادي او الوعي الجسدي، كن متصلا مع جسدك وانتبه للرسائل. ننتقل للوعي الشعوري، وهو اهم من الوعي الادراك العقلي حقيقة يعني. الوعي الشعوري ايه هو؟ هو ادراكي لما احتاجه من مشاعر، وان ادرك الفرق بين احتياجاتي الطبيعية المتزنة واحتياجاتي المرضية المبنية على التعلق، لان ليس كل احتياج يعتبر مرض. هناك احتياج شعوري فطري متزن يدخلني في علاقات متزنة. بالنسبة للوعي القلبي، وهو ما يسمى بالوعي الفطري الذي فطرني الله عليه، وكل ما هو فطري متزن ومريح، فالفطرة هي بوصلة الإنسان للوصول للاتزان. بعد ما اتكلمنا عن مستويات الوعي الأربعة، عايزة أستعرض أربع ركائز أساسية لاتزان مشاعر الإنسان، والتي بدورها تقود لإقامة علاقات داعمة، كما إنها تقوم على إصلاح وتقويم علاقاته المضطربة في بعض الأحيان. يعني الأربع ركائز اللي إحنا هنستعرضهم دول لمشاعر الإنسان، هي بتوصله في الآخر لما بيشتغل عليها وبيدركها. الشغل بالإدراك فقط يعني بتوصله لعلاقات متزنة. طب السؤال هنا، في ناس بتيجي تسألنا في الاستشارات النفسية، طب لو أنا في علاقة مضطربة وعلاقة سامة، طب هعمل ده ازاي؟ خلاص يعني أنا هتزن فالشريك في العلاقة هيروح؟ لا، في بعض الأحيان، يعني مش أحيان كتيرة قوي، بس ممكن نقول 50%، إن لما بيحصل اتزان للفرد بدوره بيوصل الاتزان للعلاقة، و الطرف الآخر أو الشريك في العلاقة بيوزن. طب إمتى بيحصل اتزان والعلاقة بتكمل وبتتنقل من علاقة سامة لداعمة؟
لما بيكون في يعني شغل على النفس بلس في استعداد من الطرف الآخر، في علاقات الأطراف الأخرى ما عندهاش الاختيار إنها تكمل في نموذج متعافي، لا هي واخدة على إنها تكمل في نموذج مرضي، فمش هنقدر نعمل حاجة في للأسف في الحتة دي. اتفضلي. ممكن يعني اللي بطلع بعد إذن حضرتك. طبعا اتفضلي. دلوقتي بالنسبة طبعا أهلا بحضرتك ومحاضرة حضرتك جميلة. العلاقات السامة أما بيبقى في حد طرف ضعيف وطرف هو بيتغذى على ضعف الطرف الآخر، يعني هو مبسوط إنه مسيطر عليه، إنه بيقلل من شأنه، إنه بيحسسه إنه فاشل، في حين إن في طرف هو زي ما حضرتك قلتي بقى نتيجة لتجارب الطفولة، عدم الثقة بالنفس، كل الأمور دي هو مش عارف إنه في مشكلة. ما هو عشان أولاً ما فيش علاقة أعتقد يعني سامة بتتحول لإيجابية، لأنها في البداية علاقة قايمة على استنفاع، يعني علاقة غلط من البداية، مش علاقة صحية. ضحية وجلاد. أيوه، يعني في دور هو ضحية وهو عايش دور ضحية، وهو حتى مش عارف إنه ضحية أو مش عارف يعالج نفسه، ودور جلاد، يعني دور هو سيء، هو إنسان بيحب يعيش كده. صح كده، لأن يعني أنا لو في علاقة طبيعية لازم أدعم اللي معايا، لازم أساعده، لازم أوجهه، مش أضغط على نقاط الضعف بتاعته. طيب دلوقتي عشان العلاقة حضرتك قلتي ابتدي أدرك ذاتي، أدرك إن أنا أستحق إيه، أدرك قدراتي، لازم أعرف إن أنا عندي مشكلة، لازم أروح لسبيشالست، يعني لازم أروح لمتخصص. مين قادر يوصل لكده؟ للأسف دايما يعني ما بيوعوش وما بيخرجوا من العلاقة مش عشان شعر. بعض المفاهيم زي مفهوم الحدود والفواصل في العلاقات، يجب أن يكون هناك حدود تحكم جميع علاقتنا مع الآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن تتسم هذه الحدود بالمرونة لا بالحدة، وتحدد هذه الحدود طبقا لنوع العلاقة ومدى قربها ومدى تأثيرها على الإنسان. فإن الحفاظ على الحدود في العلاقات يضمن بقاؤها. يجب أيضا أن ننتبه لإنعكاس المرآة أو ما يسمى بانعكاس الظل في علاقتنا، وده معناه أن ما أعاني في علاقاتي هو انعكاس عما بداخلي من احتياج غير مدرك بعقلي الواعي. كما يجب أن أكون واعيا ومدركا دائما ومنتبها لأن لا أكون ضلع في مثلث الألم في أي علاقة. أما عن أضلع مثلث الألم فهي الضحية والمنقذ والجلاد. طبعا التو بارتنرز بتوع العلاقة بيلعبوا مع بعض اللعبة دي. مثلث الألم مش هيشتغل على لما يفهم. انا عايز اديه حد بس انا اخليه هنا عشان لو حد عايز يسال. هو واحد بس اللي انا صوت من الاثنين على فلاشه واحده، فلما ده يشتغل لازم يفهم. اتفضل يا دكتور. سي مثلث الالم هو مثلث نوع من انواع الالعاب النفسيه اللاواعيه. خلي بالكم الطرفين في هذا المثلث او في الالعاب النفسيه اللاواعيه غير مدركين، ما بيعرفوش ان هما في مثلث ألم. خلينا برضو نستعرض عشان حضرتك حابة أضلع المثلث التلاتة، الضحية وجلاد ومنقذ. يعني انا لما اكون ضحية اللي قدامي يبقى جلاد، ممكن نتبادل الادوار. يس. في نفس العلاقة؟ في نفس العلاقة مرة ومرة على حسب الموقف. برافو عليك. ميرسي. طب بالنسبة احنا شايفين ضلعين من المثلث واضحين، الضحية والجلاد. طب المنقذ ايه؟ حد الطبيب النفسي ده او لا خالص؟ ده مثلث مقفول على تو بارتنرز. حد بيجي ياخد الطرف الضعيف يجذبه ليه اكتر، يعني حد تالت. بصي هي نعم لا ده المشاعر راحة جاية بيني وبين الشريك. طيب هدي مثال بسيط كده.
يعني انا ممكن العب الثلاث ادوار مع نفس الشريك على حسب الموقف وعلى حسب انا عايزه تجرب يعني ابقيه اخليه موجود عشان ابتدي ابتزده اكتر واكتر فممكن ارمي له حبل كده يعني يشد وجذب بالظبط. في نقطه برضو حابه نتكلم فيها هي ادراكي وانتباهي لقيامي بادوار بديله او طلبي من الاخر في العلاقه ان يقوم لي بدور بديل. مثال دور الاب للزوجه او العكس. فبمجرد الانتباه والادراك بيدخل الانسان في مرحله التعافي لا وعيا لوحدها كده. وهي برضو من ضمن الالعاب النفسيه. بس على فكره انا حابه بس اقول وجهه نظري في موضوع الادوار البديله. هو لا غضاضة ان احنا نلعب في حياة بعض ادوار بديلة بس بادراك وعي. معلش اتفضلي. ايه هو مثلث العلاقات الصحيحة ان احنا نخرج بره المثلث ده بالظبط. هي دي منظومة الشفاء الذاتي ان احنا نعيش قوة الضحية والجلاد والمنقذ بالظبط. بنلعب الادوار كلها ولكن بادراك زي ما قلتي وبثبات انفعالي وان احنا نعرف الرؤية الذاتية لنفسنا وبالتالي هنقدر نصحح علاقاتنا بالاخرين اللي هو زي المثلث بتاع الاب والاب المنقذ والطفل اللي هي الادوار الثانيه اللي نتصرفها بوعي مننا. فلازم هو العلاقات الصحيحه بس الفكره ان العلاقات الصحيحه تبقى خارج المثلث ده بالظبط. شكرا لمداخلتك. استاذنك بقى دكتوره عشان بس انا الكلام كبير عليا شويه انا تخصصي زياده عن اللزوم فانا في مشكله قبلانه استاذنك بس في مشكله دلوقتي انا لما كنت حاطط في دماغي الكلام عليه الدكتوره ده العلم ده انا عايزه افهمه بطريقتي انا بعد اذنك طبعا. اتفضل. هو في مشكله بتقابلنا دلوقتي في المجتمع وارجو ان احنا نحط ايدينا على الكم فدي اللي هتبقى نحاول ان احنا ناخدها من فوائد الزيتونه في خلاصه الكلام اللي ما هو المشكله اللي موجوده في المجتمع المصري حاليا بقى ان الرجل محتاج لاحتواء وان الانثى او السيده محتاجه لاحتواء. احنا عايزين نقول ازاي نعالج هذه الاشكاليه ان كل طرف من الاطراف مع الظروف الاقتصاديه مع وجود مخبول بدا يخبل عقولنا ومقلوبنا معا فاحنا عايزين نشوف له شركه علاج من حضرتك كيف ان الاسره المكونه من زوج وزوجه في الظروف الراهنه بدخول حاله اقتصاديه معينه مؤثره على الاسره المصريه ووجود مخبول خبل القلوب والعقول معا في داخل الاسره المصريه ان طبعا ان شاء الله يحمي بيتك دي جايه دلوقتي فاحنا عايزين ناخد رشدها من حضرتك للرجل ولسه والسيدات الفضلات اللي موجودين نقول ما هم لما هنعالج دي هنعالج الاطفال احنا نشوف ازاي نحل اشكاليه الاحتواء اللي الراجل عايزها واللي السيده عايزها بتحصل بعض من النزاعات والخلافات الشخصيه يمكن انا كملت مع حضرتك في يوم من الايام مهاره التعامل مع الانماط الشخصيه المختلفه في اطار اختلاف الثقافات لا علاقه بثقافه حضرتك وعلمك التخصص اللي انا مش هقدر اتطرق ليه لكن احنا عايزين روشته علاج النهارده من خلال الهويه ولاء وانتماء عشان نحاول نوعي المجتمع المصري ان الولاء والانتماء للاسره هو اساس المجتمع كله فاحنا عايزين ناخد روشته علاج بعيدا عن كل التفاصيل دي نطلع النهارده بروشته من متخصصه في هذا المجال اللي احنا مش كتير متخصص فيه عايز من حضرتك روشته علاج ليا ولاخواتي اللي موجودين واخواتي الفضلات نقول ازاي الرجل يحتوي والسيده تحتوي عشان نحل مشكله المسامس. والموضوع ده موضوع شائك وطويل وكبير ولو اتكلمنا احنا عايزين نحجز 3 ايام هنا لا احنا عايزين خمس دقايق وشفت اسئله زدونا يعني تمام عشان الوقت حضرتك لو هو يمكن الاجابه في تو بوينتس هنستعرضهم دلوقتي وانا مش عارفه انت غشيت من الورق ولا عملت ايه والله ما غشيت بس انا عشان منين شايف الناس كده طلعت تخاف يعني لا خالص في حد خايف مثلث الروح على فكره لو في حد خايف ما حدش هيناقش ما حدش هيداخل كمية في العلوم النفسيه مثلث انا عشان مش عارف انا عايز اتكلم بلغه الشارع
عايز اخد روشيتا محدد 3 4 بوينت عشان الوقت مع الدكتور هاني بيقول لي عشان الناس معانا عشان الوقت البنانيت الصغننون دول والشباب اللي هناك عايز ياخد روشيتا قبل ما يتجوزش يجي يتجوز ازاي هي تحتويه هو يحتويها في ظروف رهنه في متغيرات معاصره تمام زي ما قلت تقريبا معالي اللي هو غش من الورق الإجابة في دقيقتين ثلاثة جايين إن شاء الله تمام في مفاهيم بدورها بتدعم العلاقة هو ده السؤال هو ده الإجابة عايزين نتكلم بقى شوية عن ونبطل نتكلم لغة عربية يعني أجهدت نفسي جدا وأنا ضعيفة جدا في اللغة العربية بس عشان الكلام يطلع مزبوط فالجزء الجاي ده هيبقى عادي كده وطبيعي ثقافة الاعتذار أنا هقول مفهومي أنا ونتناقش بعد كده أوكي أنا في مفهومي الاعتذار بيحطوا حاجة اسمها الأنا الإيجو اللي هو الكبر الكبر هو المؤرق الأعظم للإنسان وهو السبب الأساسي والرئيسي في كل ما يتعرض له الإنسان من مشاكل نفسية وشعورية سواء مع نفسه أو في علاقاته سواء كانت مع الشريك أو علاقات أسرية أو في محيط العمل أو مع الأصدقاء ثقافة الاعتذار بقى في رأيي مبنية على إيه؟ على مبدأ الاعتذار لأني الاعتذار على ألمك لأنك تألمت مش عشان أنا غلط فممكن أنا ما غلطتش من وجهة نظري بس أنا اللي عملته وجعك فأنا بعتذر عشان أنا وجعتك فهي ثقافة اعتذار مبنية على التوضيح والعطاء وده يدخلنا لمفهوم العطاء ايه هو العطاء على فكره في لبس كبير قوي في المفهوم ده هو العطاء انك تستمتع بالعطاء وقت ما بتقدمه مين بيعمل كده طب هنشوف طيب مفهوم العطاء في اللحظه اللي انك بتستمتع بالعطاء وقت ما بتقدمه في اللحظه دي بيحصل جواك حالة من التوازن النفسي عالي جداً بتخليك تكتفي وتستغني الاكتفاء ده بيدخلك في دائرة اسمها دائرة الاستقبال وهو استقبال شامل لمختلف أنواع العطاء في الكون العطاء شعور في داخله كرم وعزة بمعنى إن أنا إزاي أدرب نفسي إن أنا وأنا بدي أستمتع هدخل شوية في كورس انا بدي اسمه انوثه والاستقبال فبنتكلم فيه عن علاقات الست بالراجل فهو شعور العطاء شعور شويه الست بتدي فيه اكتر من الراجل او بتدي بطريقه مختلفه العطاء عند الراجل مختلف عن العطاء عند الست توتالي تماما يعني احتواء الذكوري غير الاحتواء الانثوي تمام السؤال هنا ازاي استمتع بالعطاء بقى ازاي اعمل ده ازاي مش هو ده السؤال لو انت مش عارف ازاي يبقى الواحد محتاج يقف قدام المرايه ويتفرج على نفسه ويتعرف على نفسه محتاج يتواصل مع نفسه اصلا فانا ابدل السؤال اسال نفسي هل انا لما قدمت شيء معين او شعور معين لشخص معين كان عشان اساعده ولا عشان لما احتاج لشعور معين يديهولي انتبه هنا معناه انه ما كانش عطاء حقيقي لو انا لو مفعله الطاقه دي مفعله الطاقه دي يعني ايه يعني انا بدي مشاعر عشان لما احتاج الاقي زي شعور الام اللي دايما تبهدل في عيالها تقول لهم ده انا شقيت عليك وتعبت عليك وي 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 هي كانت منتظرة في الحقيقة يعني مش بتعمله لوجه الله طيب فقلنا معناها انه ما كانش عطاء حقيقي وان هنا بدي عشان مكاسب سنوية خاصة بيا هنا العطاء نابع من احتياج شديد وقلق العطاء الحقيقي هو اني استمتع اني امتعت الاخر اخيرا ليه نصيحة كده للراجل والست
انه لابد لكل من الرجل والمراه ان يتسق ويتناغم مع فطرته التي فطره الله عليها، وهذا التناغم يؤدي الى توازن نفسي عالي جدا بدون ادنى مجهود، ويقوي اتصاله بذاته واللي بيدعم منظومه شفاء الذاتي واللي بدورها بتدخله في تناغم مع علاقاته. حد عايز يسال سؤال عن العلاقات ست الراجل؟ يعني انا خلصت كده الكلام اللي احنا المفروض نقوله الحمد لله.